بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة انا عايز ابتديها بمعنى بقوله كتير وحاسس بيه ومصر عليه، وبيواجه البطالة وبيواجه الناس اللي مش لاقية شغل وبيواجه الناس اللي بتقول الرزق قليل. المعنى اللي انا عايز اقوله: فرص الحياة بعدد انفاس البشر. الفرص اللي في الحياة عشان ننجح، عشان نعمل فلوس، عشان نشتغل، عشان نخرج من البطالة، أنا بقول لكم بعدد أنفاس البشر، محدش يقول إنها قليلة. قصة النهاردة لها علاقة بالكلام ده. قصة النهاردة عن واحدة اسمها صحر الهاشمي، مؤسسة جمهورية القهوة. إيه جمهورية القهوة دي وإيه حكاية صحر الهاشمي؟ صحر الهاشمي دي اتولدت سنة 1968، يعني سنها دلوقتي حوالي 45 سنة تقريبا. وبعدين هي من العراق، فلما حصلت الحرب بين العراق وبين إيران سافرت على إنجلترا، اتعلمت اللغة الإنجليزية، درست القانون، حاولت تشتغل في المحاماة، مش عارفة تشتغل، تدور في المحاماة، تدور في انها تجد اي وسيلة، مش شطرة، مش موهوبة في المحاماة، وبالتالي ما فيش شغل، وبقت تضيق عليها الدنيا. وبعد شوية بدأت تدور على عمل تاني، اشتغلت في عمل تاني 5 أشهر وبعدين مشوها، قالوا لها انت مش نافعة، ما فيش فايدة، فرص الحياة قلت قوي، طب تروح فين؟ اخوها بيدرس في امريكا، شغال في احد، وبعدين اشتغل في احد البنوك في امريكا، قامت مسافرة لاخوها، فضلت عند اخوها تدور على شغل، مفيش فايدة، والعيشة في أمريكا غالية، وهي قامت راجعة إنجلترا تاني، قاعدة في قهوة، قاعدة في كافيه كده، وقاعدة ومستنية إنها يعني جايبت ورقة وقلم، طب أشتغل في إيه؟ وحالتها صعبة قوي. وبعدين طلبت قهوة، بتشرب قهوة، إيه ده؟ إيه القهوة المرة دي؟ القهوة دي وحشة قوي، ملهاش طعم. فقامت رايحة مكان تاني تشرب فيه قهوة، هي ليه القهوة في انجلترا كلها كده مذاقها وحش مش حلو؟ هي ليه ما اتطورتش زي القهوة اللي راحت شربتها في امريكا لما كانت بتزور اخوها؟ بدأت تحس ان في فرق. وبعدين بدأت تفكر، طب انا ليه ما اعملش مشروع كافيه بيقدم نوع من القهوة يكون طعمه حلو ويتخصص في القهوة اللي مذاقها يكون جميل؟ عرضت الفكرة على 19 مؤسسة تمويل، تخيلوا، عشان يمولوها، كلهم رفضوا، قالوا لها دي فكرة مجنونة، ايه القهوة اللي عايزة تغير، ايه الموضوع البسيط ده؟ ما يأستش، فضلت تدور على تمويل، في الاخر خدت تمويل من وزارة التجارة والصناعة الانجليزية، ادوها قرض 75,000 استرليني، فتحت اول مقهى ليها سنة 1995، وفضلت تحط فيه 10 أنواع من القهوة، قهوة بالعسل، قهوة بالبندق، قهوة مش عارف بإيه، قهوة بالموكا، قهوة بالقرفة، وبدأ المشروع يكبر. إيه اللي حصل؟ صحر دلوقتي بعد 10 سنين تقريبا بقى عندها، أو بعد 5-6 سنين بقى عندها 42 فرع، 42 فرع قهوة بيشتغل فيه 800 موظف. واتطرحت الشركة في البورصة، واتباعت الشركة ب8.5 مليون جنيه استرليني. وصحر من يوميها بتقول أنا عرفت إن الحياة مليانة فرص، وسابت الكافيه بقى يشتغل، وبدأت هي تدور على حاجة تانية، وسمت الكافيه إيه؟ جمهورية القهوة. يا جماعة، فرص الحياة بعدد أنفاس البشر. هي الفكرة جات لها منين؟ وهي بتشرب قهوة لقت طعمها وحش، فقررت تعمل منتج جديد. اجري ورا حلمك واحلم، وخليك متأكد ان ربنا كريم وموسع على عباده، بس يفكروا ويتعبوا ويكافحوا، وساعتها فعلا لازم يرزقهم ويوسع عليهم. والله يا جماعة الحياة كده، صدقوني يا كل المحبطين، يا كل اللي بتقولوا الدنيا ما فيش فيها إمكانية النجاح، القصة اللي بحكيها لكم النهاردة بتقولك فرص الحياة بعدد أنفاس البشر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.